تجمع بعض المتظاهرين يوم الجمعة خارج مبنى الكابيتول بولاية ويسكونسن مطالبين حكومة الولاية برفع القيود داعين إلى استئناف العمل. أعتقد أن بعض الناس ماتوا، لكن أوامر التقييد مبالغة للغاية. نحن قلقون جدا بشأن ذلك. لقد أخلقوا جميع الأنشطة التجارية بسبب الوضع الوبائي. يمكنك عزل المرضى الذين يحتاجون إلى الحجر الصحي، ولكن ليس الأشخاص أصحاء. في نفس اليوم بدأت حكومة ولاية ويسكونسن في رفع بعض القيود والسماح بفتح أماكن في الهواء الطلق، لكن لا تزال معظم الصناعات غير الأساسية بحاجة إلى إغلاق حتى نهاية مايو. في يوم الجمعة بدأت صالات الألعاب الرياضية ومحلات الحلاقة في ولاية جورجيا وغيرها من الصناعات الخدمية غير الأساسية في استئناف العمل تدريجيا. أعرب بعض السكان المحليين عن دعمهم لهذا القرار. أعتقد أن الناس يستطيعون أن يختاروا زيارة صناعة الخدمات أو لا بعد استئناف عملها. إذا كنت قلقا من شدة الوباء فلا تذهب إلى مطعم. يظهر استطلاع أن 12% فقط من الأمريكيين يعتقدون أن إجراءات الوقاية والسيطرة التي تتخذها بلادهم ضد الوباء متطرفة للغاية، ونحو 60% من الناس يعتقدون أن قيود الولايات صحيحة.